ولتسليط الضوء على ملف التعذيب في السجون الحكومية في العراق، تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا بك معنا دكتورة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتورة فاطمة، بداية يعني نبدأ من قضية المخبر السري. مجلس القضاء اعترف بأن هناك مئات البلاغات الكاذبة في هذا الملف، ورغم ذلك تصر السلطات في العراق على الاعتماد على المخبر السري في الحصول على المعلومات. ما سبب هذا الإصرار برأيك؟ نعم، أصرار هو يأتي نتيجة لأن الذين تم زجهم بسبب بشاية المخبر السري قد تعرضوا وكما هو معروف إلى صنوف شتى من التعذيب. وطبعا عندما يتم عدم الاعتراف بالمخبر السري فهذا معناه عدم وجود قضايا ضد هؤلاء الأشخاص الذين تم زجهم في السجون بوشاية المخبر السري، وبالتالي افتضاح حجم الكوارث التي من صنوف التعذيب داخل السجون. إضافة إلى ذلك فإن يعني هذه السلطات لا تستطيع الاستغناء عن المخبر السري، خاصة وأنها ليست لديها أي إمكانيات للكشف عن أي جريمة تقع بحق الشعب العراقي. أولا لأن من يرتكب هذه الجرائم هم أصلا أشخاص موجودون في الدولة ويتمتعون بمناصب سواء حزبية أو مسؤوليات في الدولة، ولديهم الكثير من المصالح المشتركة، ولذلك هم يتفقون على أن المخبر السري سوف يأتي سوف يكون لصالحهم، ولذلك لا يمكن أن يستغنوا عن المخبر السري. نعم. إضافة إلى ذلك هناك أهداف يعني يريدون تنفيذها من يعتمد على المخبر السري، الكثير من عمليات التغيير الديموغرافي بسبب وشاية المخبر السري لأنها أودت بحياة الكثيرين أو هجرتهم من مناطقهم. إضافة إلى ذلك أن الكثير من المخبرين السريين يعتاشون على هذه الوظيفة، ولذلك هم يقدمون صنوف الطاعة من والقرابين من الناس من أجل أن يبقوا على مصالحهم الشخصية، ولذلك فإن مسألة المخبر السري يعني سوف لن تنتهي في القريب العاجل. دكتورة فاطمة، يعني هل تقصدين أنه من ضمن الأهداف لموضوع المخبر السري هو تحميل هؤلاء المعتقلين يعني الافتراضيين الذين لا علاقة لهم بما يجري، تحميلهم يعني التبعات وذنوب والعقوبات التي لجرائم لم يرتكبوها، وإنما يعني إن صح التعبير تحميلهم يعني كل هذه الجرائم؟ نعم بالتأكيد، يعني والكثير من اعترافات الأشخاص الذين استطاعوا يعني الخروج أحياء من هذه السجون طبعا بعد دفع مبالغ خيالية، يعني بدأوا يعني يكشفون هذه الزيف يعني ما تم يعني ما وقعوا عليه من اعترافات، وأن هذه الاعترافات التي يوقعون عليها جميعها هي اعترافات تحت التعذيب. وشاهدنا يعني الفضيحة الأخيرة للمواطن من محافظة بابل كيف أنه تم توقيعه على اعترافات بأنه قتل زوجته، واتضح أن زوجته لا زالت على قيد الحياة. هناك جرائم كثيرة في العراق ترتكبها جهات معروفة في العراق، جهات حزبية وجهات تابعة للدولة والميليشيات، وهؤلاء يعني يبحثون عن أي فريسة يقدمونها قربان ويحملونها يعني مسؤولية ما يقومون ويرتكبون به من جرائم. طبعا الغاية من ذلك هو إثبات أن هناك قانون وإثبات أن هناك مرتكبين معينين، خاصة لا نزال نذكر الجرائم الفظيعة التي ارتكبت وتم تحميلها لمكون السني فقط لأن لكي يتم يعني مساومة هذا المكون على حقوقه وعلى يعني مصلحة العراق في الأول وفي طيب. الأخير. نعم. دكتورة فاطمة، يعني في ظل كل ما تفضلت به، إذن ما قيمة
اعتراف مجلس القضاء بوجود أو يعني بأن المئات من هذه البلاغات كاذبة؟ الحقيقة لا قيمة له بالنسبة إذا لم يكن هناك يعني تحرك فعلي من أجل الحد من ظاهرة المخبر السري والاستغناء عن المخبر السري والاعتماد كما هو معروف في العالم على الأدلة، على الإثباتات، على الطرق العلمية من أجل إثبات أي وقوع أي جريمة، وأن لا يتم الاعتماد على شخص قد يحمل عداوات، يحمل ضغائن ضد أشخاص معينين، يريد توريط أشخاص معينين، لديه مصالح من وراء هذه المسألة. هناك أشخاص يعني لديهم حتى أمراض يعني، ويريدون أن ينفسوا عن هذه الأمراض عن طريق الزجر بالأبرياء، مثل السادية، مثل يعني التمتع بتعذيب الأشخاص الآخرين. يعني هناك الكثير مما يترتب على ذلك، وهناك في الحقيقة يعني تناقض واضح بين ما يقدمه المخبر السري من قرابين من أشخاص أبرياء، وبين ما يعني يعترف به هؤلاء الأشخاص بأنهم تعرضوا للتعذيب، وأن هذه الاعترافات يعني غير حقيقية، وأن لا توجد هناك أدلة، وبالعكس هذه حتى الجرائم أصلاً لا وجود لها. إذا ما يصرح به مجلس القضاء الأعلى في الحقيقة هذا مجرد تصريحات إعلامية أمام العالم لكي تتناقلها وزارة وسائل الإعلام، لكي يثبتوا أن العراق يعني وما قامت به أمريكا من غزو للعراق وجاء ليجلب الديمقراطية وغيرها من هذه الأكاذيب التي أصبحت مفضوحة و فقط فقاعات إعلامية لا أكثر ولا أقل. هناك الصحف دكتورة فاطمة وصفت أوضاع السجون بأنها محاضن للموت. برأيك دكتورة فاطمة، ألا تكفي الانتهاكات المستمرة في السجون للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن هذا الملف في المحاكم الدولية؟ نعم بالتأكيد. يعني الحقيقة يعني مع الأسف الشديد يعني أصبحت يعني الذي يدخل السجن يعني شبه مفقود. يعني هذه هي الحقيقة، يعني بالرغم الألم يعني الكبير عندما نعترف بهذه الحقيقة. ولو كانت هناك توجهات يعني حقيقية لكان وقع العراق على قانون محكمة الجنايات الدولية من أجل أن يتم محاكمة حتى جنود الأمريكان الذي قاموا بانتهاكات وتعذيب للمعتقلين في سجن أبو غريب وغيرها من القوات التي شاركت مع أمريكا في غزو العراق. الحقيقة الاتجاهات الدولية تصطدم بعقبات، منها أصلاً الإجراءات التي يعني ممكن أن تفضي إلى تقديم هذه القضايا إلى محكمات الدولية. ثانياً الحكومات أيضاً في نفس الوقت جميعها تخضع لأمريكا وجميعها تتفق ولديها مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك ليس من المستغرب أن تقف ضد الشعب العراقي وضد حقوق الشعب العراقي. ولذلك فإن إذا كان هناك من ضرورة لأن يعني يتم تغيير ما يجري والحد من الجرائم في العراق، بالحقيقة التغيير الأساسي هو أن يكون من داخل العراق عن طريق تغيير أساسي في كل ما يحدث في العراق من عملية سياسية ومن دستور تسبب في أن تصل أوضاع العراق إلى هذه والقضاء على كل المفسدين. نعم. إذن كنت معنا عبر سكايب من لندن أو مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.